السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى عندي وصفة كده سهلة وبسيطة. في ضيوف جايين لي النهاردة وانا ما عنديش حاجة غير فرخة واحدة بس، فكنت حابة اعملها. فيعني ولادي كده وباباهم اقترحوا عليا ان انا اعمل لهم الكنتاكي. طب يا جماعة انا عندي فرخة واحدة بس، طب هعملها ازاي؟ طب هتكفي ازاي؟ قالوا لي لا، احنا عايزين الكنتاكي وتصرفي. قلت لهم خلاص تمام. رحت عملتها بقى، قطعتها معايا بالشكل ده كده، شايفين طبعا مقطع صغير ازاي. بس الاول لو اول مرة تشوفي قناتي، ما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات، وما تنسويش لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد وتفعيل الجرس. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى ونبدأ مع بعض. بصوا انا قطعتها بالشكل ده كده، يعني هي اصلا كانت فرخة كمان صغيرة، فهبدأ اعمل فيها ايه بقى. بجيب عندي اي سكينة وابدأ ان انا اخرمها، خرميها بقى من كل الاتجاهات اهي، يعني حتى تخريم عشوائي كده، بحيث ان انت تعملي التتبيلة تدخل فيها كويس جدا وفي نفس الوقت تستوي معاكي كويس اهي. يدوب حاجات عشوائية كده، الكنتاكي سهل وسريع بس طعمه تحفة. والنهاردة هقولك بقى ايه هي المعلقة السحرية اللي هتضيفيها للكنتاكي، هتديكي طبعا الطعم والريحه وما اقولكيش. يعني عملتها بقى معايا بالشكل ده كده، هسيبها بقى دلوقتي واقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه عندي طبعا بعملها، بجيب عندي كوبايه كامله من الحليب. انا طبعا ما عنديش حليب، طب هعمل ايه؟ انا حطيت هنا حوالي نص كوبايه من الميه، هجيب عليها شويه زبادي في حدود كده ايه علبه، انت بقى براحتك، زبادي عاديه، زبادي بلدي، اي نوع من انواع الزبادي مش هتفرق كتير اهو كده. وهبدا برضو ان انا ايه ادوبها كده معايا شويه، بحيث ان هي تدخل برضو في التتبيله. طب ما دام حطيت الزبادي وانا عندي الوصفه نفسها فراخ، يبقى هضيف عليها ايه بقى، معلقه واحده من الثوم، بتخليها معايا تحفه، بيدي بتدي الفراخ طعم وريحه فظيعه. طبعا دي معلقه صغيره، لو بالمعلقه الكبيره هتكون نص معلقه من الثوم المفروم، ودي طبعا هتغني عن الثوم والبصل البودر، وخصوصا عن الثوم البودر. هقلبها بقى معايا بالشكل ده كده، بسم الله. هضيف عندي بقى اهم حاجه في الوصفه بتاعتي، وهي بهارات الدجاج. بتجيبيها طبعا دي من اي مكان انت حابه تجيبيها منه، بس لما بتكون باللون الاصفر كده بتديكي طبعا اللون الجميل جدا للوصفه. هضيف كمان معايا رشه من البابريكا، رشه كمان من الملح، بقى احط لها تمليحه الفراخ بالكامل اهو، حبه كده كويسين من الملح. وكمان هضيف معايا بقى الفلفل الاسمر، رشه كده برضو كويسه، وكمان رشه بسيطه من الكركم. طبعا الكركم ليه فوائد فظيعه، لازم تعودوا الاطفال ان هم ياكلوا الاكل وفيه كركم. واخر حاجه بقى المسله الهندي، او لو عندك بهارات كبسه او حاجات من دي، بتبقى جميله جدا وهتديكي طعم للكنتاكي فظيع. هديهم بقى كلهم كده تقليبه كويسه جدا. بعد ما خلاص ملحتهم هنقع فيها دلوقتي الفراخ كلها، وبعد ما هنقعها اهو مش هضيف لها اي حاجه تاني غير يدوب معلقه واحده بس، معلقتين عندي كده من الدقيق. طبعا بقى هضيف معايا معلقه كده من الخل عشان خاطر برضو ايه تساوي معايا الفراخ كويس جدا. انا جايبه الفرخه تقريبا وزنها حوالي كيلو ونص، ما تزوديش حجم الفراخ عشان تستوي برضو معاكي كويس. هضيف بقى عليها الفراخ دلوقتي، وهسيبها بعد، يعني هسيبها تتنقع فيها شويه وبعد كده هبقى اوريها لكم. دلوقتي بقى بجيب عندي هنا شويه بقسماط مطحون، نفس التوابل والبهارات اللي حطيتها معايا برضو بحطها وبديها كده تقليبه. بجيب معايا برضو معلقه من النشا، بضيف برضو معايا رشه بسيطه كده من البيكنج باودر، بحيث ان هي ايه يعني تطلع معايا برضو ايه منفوشه كده، ما تبقاش مكتومه. وهضيف كمان معايا حوالي معلقه واحده من الكورن فلاور او النشا، بسم الله، معلقه واحده بس، ما تضيفيش كتير عشان ما تطلعش معاكي ناشفه اهو بالشكل ده كده اهي. هقلبهم بقى كده كلهم مع بعض. دلوقتي بقى هاخدها كلها طبعا زي ما انتم شايفين بنفس الشكل ده كده، وهكرر بقى لحد ما اخلص الكميه كامله اهي. ممكن تحطيها كده وتروحي ضغطي عليها وتبداي ان انت ايه تطلعيها اهي، بعد ما تطلعيها بالشكل ده كده اهو. هكمل باقي الكميه وبعد ما اخلص هوريها لكم.
دلوقتي بقى عملتها معايا بقت بالشكل ده كده، وعندي طبعا زيت غزير جدا. هنزل بقى بأول حتة كده واشوف الزيت سخن معايا ولا لا. بسم الله، خلاص كده تمام. هكمل بقى باقي الكمية بنفس الشكل. عندي بقى احنا كده لسه ما خلصناش يعني كلها، هكمل انا بقى الباقي كله لحد ما تتعمل وبعد كده هوريها لكم. دلوقتي بقى خلاص عملت عندي غطيت عندي على الفراخ زي ما انتم شايفين كده عشان تستوي معايا. هسيبها بقى متغطي عليها كده ونعمل مع بعض الرز. حاطه طبعا معلقه زيت كده. هجيب عندي بقى الرز انا غسلاه. بسم الله، هديله بقى تسويحه معايا كويسه. انتي بقى براحتك حابه تزودي رز عن كده يعني اعملي على قد الكميه اللي انتي محتاجاها. اول بقى ما بيبدا خلاص كده الرز بقى يعمل الصوت ده، هروح نازله عندي طبعا ملح، عندي بهارات فراخ، عندي ماسلا كيتشن او اللي هي التوابل الهنديه بتاعه الكبسه، عندي الكركم. هنزل بقى كده بيهم. بسم الله، هديها طبعا تقليبه كده كويسه واخليها بقى كلهم يتحمصوا كده مع بعض، وهتشوفي بقى اللون اللي هتديهولك دلوقتي. قلبيها طبعا وهي في المرحله دي كويس جدا عشان خاطر ما تلاقيش التوابل والبهارات ماسكين في حته والحته الثانيه والناحيه الثانيه لا. اهي خلاص كده اختلطت كلها مع بعض. هجيب بقى عندي شويه ميه مغليين. بسم الله، وهغطي بيهم بقى الرز واسيبه بقى لحد ما يتشرب طبعا ميته، وهدي النار عليه بعد ما يستوي وهوريه لكم لحد ما يستوي وبعد كده هوريه لكم. دلوقتي بقى خلاص خلصت مع بعض الفراخ بتاعتنا، عملنا مع بعض فراخ كنتاكي وعملنا الرز المفروض ان هو رز بسمتي بس انا ما عنديش رز بسمتي، وعملنا كمان البطاطس. انا ما عملتش عملت البطاطس بعد الفراخ، بس طبعا كان المفروض ان انا اعملها قبل كده بس ما كانش في وقت. عملت برضو البطاطس المحمره بالطريقه دي كده برضو، يعني عملتها على شكل الزجزاج زي ما انت شايفه كده. لو انت بقى مش حابه ان البطاطس تطلع كده ممكن تعملي بقى ممكن تضيفي عليها بيضه ولا حاجه، او ممكن تبدلي الزبادي باللبن. في نهايه الفيديو بقى بتاعنا، يا رب بقى تكون عجبتكم، بتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في الكومنتات واللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد، وتفعيل الجرس، وبتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.